مرحبا مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. إلى العناوين البارزة: الصحوانية ميليشيا الحوثي تعين أحد قياداتها مشرفا على مقبرة. يمن مونيتور: المجلس الانتقالي الجنوبي يوقع اتفاقا ب200,000 دولار مع شركة أمريكية. العرب اللندنية: تحركات دولية تتزعمها بريطانيا لتقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية. ومن الحياة: شركات حوثية لبيع ممتلكات الدولة. في الآونة الأخيرة لجأت ميليشيات الحوثي إلى ريف محافظة المحويت لتجنيد صغار السن، وذلك وفقا لموقع صحوانت، حيث يقول: افتتاح معسكرات جديدة للحوثيين في المحويت تزامنا مع بناء مقابر جماعية. قال الموقع أيضا إن ميليشيا الحوثي تواصل افتتاح معسكرات جديدة في محافظة المحويت تزامنا أيضا مع بناء مقابر جماعية. وأفاد مصدر ميداني في محافظة المحويت أن المعسكر التابع للميليشيا بوادي الحسي الواقع في منطقة قريبة من القناوس تم نقل أفراده إلى معسكر جديد تابع للميليشيا في مديرية الخبت استحدثته قريبا، ويتم تدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات ومحارق الموت. يتابع الموقع: أمس الأول وصلت أكثر من 15 جثة تابعة للحوثيين إلى ثلاجة مستشفى الجمهوري في المحويت وقادمة من جبهة الساحل الغربي. وأوضحت المصادر أن الميليشيا بصدد استحداث مقبرة جديدة باسم الروضة الندية، نعم باسم الروضة الندية في المدينة، ويشرف عليها قيادي حوثي، وبدأ إصلاح الأرضية على حساب الصندوق الاجتماعي وبتخصيصها لدفن جثث الميليشيا. أهم الأحداث في المدن اليمنية وردت في عناوين صحيفة أخبار اليوم، أبرزها: الجيش يواصل فك الحصار عن تعز ويتقدم في غراب والمدرجات والصرمين، ورئيس الحكومة الشرعية يقول: النجاح متاح للمبعوث الدولي الجديد إذا ألزم الحوثيين بتطبيق القرار 22/16. عنوان آخر: تحركات بريطانية ولقاءات سرية لتحريك الأزمة اليمنية سياسيا وسط قلق مؤتمري. ومن عدن يأتينا عنوان عن شرطة كريتر التي تلقي القبض على عصابة متخصصة في سرقة السيارات. عنوان جديد عن الجيش: الجيش يدمر مخازن للذخائر تابعة لميليشيا غرب مأرب والطيران يقصف مواقعها في مسورة. هل تعلمون ما هو رأس الخطيئة؟ تتساءل الحائزة على نوبل السلام توكل كرمان في مفتتح مقال لها نشر في موقع قناة بلقيس، مجيبة في المقال المتزامن مع ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن. حين استعنا بأرباب الثورات المضادة في المنطقة لإسقاط الثورة المضادة في اليمن، وبأعداء الحرية والديمقراطية لإعادة شرعيتنا وتمكين مشروعنا الديمقراطي، تقولون هي الضرورة والواقعية أملت علينا ذلك. لم يكن أمامنا بديل للتحالف والشراكة معه في مواجهة خصم داخلي بالغ القذارة والسوء والتوحش كالمخلوع وميليشيا الحوثي. لن أختلف معكم حول الضرورة والواقعية، لكن سنختلف جذرياً حول مفهومكم للتحالف والشراكة. لستم شركاء ولا حلفاء لأحد، أنتم مجرد أتباع بدرجة عبيد، هكذا جعل منكم التحالف العربي بقطبيه الإمارات والسعودية. كان بالإمكان إقامة علاقة شراكة معهم تحتفظون فيها باستقلالكم وسيادة بلادكم، ويجنون منها جارا حليفا يؤمن شره ويرجى خيره في مواجهة التحديات والأخطار المشتركة. اعتقدتم أنهم فاعلوا خير متطوعون لا حاجة لهم في اليمن، ولذا فالقليل الذي يأتي منهم كثير يحمدون عليه، والمغفلون وحدهم سيغضبون لقلة ما قدم لهم من صدقات وإحسان. اعتقدتم، وهذا خطأكم الجسيم، أن ليس لدى اليمن ما تقدمه لهم في معادلة الشراكة المتكافئة، وأنهم حمق لا يفهمون بالسياسة أغبياء لا يعرفون مصالحهم
فسيرفضون كل مطالبكم واشتراطاتكم من أجل تحالف وشراكة ندية، حتى لو كان في الرفض خراب ديارهم المؤكد وسقوط عواصمهم التي باتت على حافة السقوط بسقوط صنعاء، ولم يتبقى سوى مسألة وقت لإعلان السقوط. والآن من أنتم سوى متهافتين يتلاعب بكم ثلاثة ضباط في الجانب السعودي أوكلت إليهم حكومتهم الملف اليمني وأمثالهم في الجانب الإماراتي؟ ومن هم سوى محتلين لأهم جزركم وسواحلكم ومنافذكم ومعتقلين لشرعيتكم ومحتجزين لسيادتكم واستقلالكم؟ حرروا بلادكم من الاحتلالين الداخلي والخارجي، لا يزال هناك متسع. كشفت وثائق أن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي استأجر شركة أمريكية من أجل الحصول على استشارات سياسية تتمثل في الحصول على لوبي في واشنطن يدعم سياساته. وحسب الوثيقة التي نشرها مكتب تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة حكومي واطلع عليها يمن مونيتور، فقد وقع المجلس الانتقالي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن مع شركة Grace Roots Political Consulting، وحسب ما تعرف أو ما تعرف به نفسها في الموقع الإلكتروني، تنظيم قاعدة شعبية وبناء ائتلافات وإدارة حملات مناصرة. وبموجب الاتفاق يدفع المجلس الانتقالي الجنوبي $15,000 شهريا للشركة الأمريكية مقابل الاستشارات وتنظيم لوبي إعلامي يضغط على جماعات الضغط في واشنطن. ووقع العقد مع الشركة وفقا للموقع عبد السلام قاسم مسعد الذي جرى تكليفه من المجلس الانتقالي في نوفمبر، رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة. في ذات الموضوع، عنوان موقع بوست بخصوص ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن. عدن على صفيح ساخن، الحراك الموالي للإمارات يحشد أنصاره من المحافظات لإسقاط الشرعية. قال الموقع: عدن تشهد توترا غير مسبوق غداة دعوات لاحتجاجات أطلقها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو فصيل من الحراك الجنوبي مدعوما من دولة الإمارات لإسقاط حكومة بن دغر. يضيف الموقع: يتخوف مراقبون من اندلاع مواجهات بين قوات الشرعية في محافظة عدن والتي تتركز في ألوية الحماية الرئاسية وعدد من ألوية الجيش الأخرى وفي تشكيلات وألوية عسكرية أخرى تتبع الحراك الجنوبي وقوات أخرى مدعومة من دولة الإمارات أبرزها قوات الحزام الأمني ودعا عدد من السياسيين الجنوبيين للتهدئة، وكان أبرزهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد الذي وجه نداء دعا فيه إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة، تحكيم العقل والاحتكام إلى لغة الحوار لحل أي اختلافات. قصة طفل أرادت ميليشيات الحوثي تجنيده بالقوة في واحدة من قرى المحويد، وقد تمكن من الهروب منها ومن الوصول إلى محافظة مأرب. يسردها علينا مقال كتبه علي محمد العقبي في موقع سبتمبر نت. وأضاف الكاتب: غادر أخي الصغير قريتنا وترك أما وأبا مثقلين بالهموم والأحزان لفراق فلذات أكبادهم، كأنما تاريخ ما قبل التاريخ يعود لأيامنا ليحكي نسيج أقصوصة تنساب بمعيار القصة الحزينة، لتصبح في تاريخ الأجيال القادمة قصة تراجيدية حبكتها ملاحقة ميليشيا مدججة بالأسلحة وبطلها طفل سلاحه قلم، ترك دراسته وزملائه بعد أن كان يستعد ليخوض اختبار مرحلة الإعدادية. غادر قريتنا خوفا من الموت ومن ميليشيا الموت التي حاولت اختطافه مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلت في المديرية عددا من مندوبيها لأخذه بتوجيهات قيادات حوثية من منزلنا بالقوة. أخي الصغير عصام الذي لم يتجاوز عمره سن 15 سنة تمكن من الفرار والنجاة من فاشية الحوثي ولم يستطع توديع أمي وأبي. غادرها بعد تخويفه لليلة كاملة في القرية بأن الحوثيين سيأتون لأخذه واقتياده إلى الجبهة. تنقل بين طرقات المحافظات وهو يلتفت يمينا وشمالا بعد أن أوشى به أحد سماسرة الحوثي في عزلتنا لعمليات الميليشيا في المديرية. أبلغت الميليشيا نقاطها عن الطفل الصغير في طرق المحافظة، كان محظوظا لأنه لا يحمل هوية،
لا يحمل غير روحه في يده خوفا من هذه العصابة. تمكن من الاختباء أكثر من 3 أيام في إحدى المدن، ومن ثم غادرها إلى مدينة أخرى. استوقفته النقاط والتحقيقات من وإلى أين ستذهب. كان محظوظا بدعوات أم المظلومة وهي تبكين بين الحين والحين. نحن 3 المبعدون منذ اجتياح الميليشيا للمحافظة. في المنحنى الأخير من الطريق حيث تستوقف الميليشيا مئات المسافرين يوميا وتقود العديد منهم إلى السجون، احتجزته الميليشيا ساعتين ليتمكن من الفرار مذعورا. وصل مأرب بعد رحلة ومغامرة وطرق مليئة بميليشيات الموت، وصل وعليه ملامح أوجاع وحزن كل طفل في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. ميدانيا يعلق موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني حول المعارك الدائرة في الساحل الغربي، يقول: المعارك على أشدها ضمن عملية أطلقها الجيش الوطني والمقاومة لتحرير حيس. وأفاد مراسل سبتمبر نت بالحديدة أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة التهامية تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضمن عملية تحرير المديرية حيس. وأكد أن قوات الجيش الوطني تقترب من مركز المديرية ويفصلها عنها ما يقارب من 10 كيلومترات، وأن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت. يعلق الموقع أيضا: تشهد صفوف الميليشيا الإنقلابية انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها وسط تقدم لقوات الجيش الوطني. وبعد الفاصل نتمم معكم ما تقوله الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المتنوعة، فابقوا معنا. مرحبا مجددا. تقول العرب الجديد: 30 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم هذا الأسبوع إثر انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة مدينة عدن، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بتعرض المركب لإطلاق نار. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين، قالت إن المركب كان يقل 152 صوماليا وإثيوبيا عندما غادر الساحل اليمني الثلاثاء الماضي في طريقه إلى جيبوتي. أضافت أن المركب انقلب قبالة ساحل اليمن بعيد بإبحاره إلى وجهته، وسط تقارير عن إطلاق نار تعرض له الأشخاص الذين كانوا على متنه. أكدت موظفة في منظمة الهجرة الدولية في عدن لوكالة فرانس بريس حصيلة ضحايا الحادث. أعلنت منظمة الهجرة في بيان أنها تعمل مع المنظمات الإنسانية الأخرى للحصول على معلومات إضافية من خفر السواحل في اليمن، مشيرة إلى أن فرقا تابعة لها قدمت إسعافات أولية للناجين. يرى الكاتب الصحفي هاني سالم مسهور في جريدة البيان أن مغادرة ولد الشيخ أحمد لمنصبه لم تكن أمرا مفاجئا. يقول: مغادرة ولد الشيخ تحمل 3 أعوام ارتبط فيها بالأزمة اليمنية ارتباطا قويا، حاول اختراق الجدران الصلبة وكان قريبا في كل مرة، ولكنه خرج بما خرج به أسلافه من دون نتيجة تذكر، وحملته الأطراف اليمنية مسؤولية الفشل. ويضيف الكاتب: تقييم 3 سنوات التي قضاها إسماعيل ولد الشيخ أحمد تعطي مدلولات نحو أطراف النزاع اليمنية بسلبيتها في التعاطي الإيجابي مع متطلبات السلام. يضيف: بالتأكيد لا تملك الأمم المتحدة قوة لفرض السلام حتى وإن كان اليمن تحت الفصل 7 من نوفمبر 2014، فالسلام يحتاج إلى إرادة شجاعة تستجيب لمعاناة ملايين من أبناء الشعب اليمني الذين يدفعون ثمن كل ما يجري من احتراب.
من جانبها تقول صحيفة العرب اللندنية إن مغادرة ولد الشيخ أحمد تزامنت مع تحركات دولية تتزعمها بريطانيا لتقديم مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية وسط تسريبات عن أن السعودية لا تمانع في أن تعطي فرصة أخرى للجهود الدبلوماسية لدفع المتمردين الحوثيين إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة. تستدرك الصحيفة لكن ذلك يمضي بالتوازي مع استمرار خيار الحسم العسكري. وترى الصحيفة أيضا أن زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لسلطنة عمان والسعودية تكشف عن خطة بريطانية لدفع الخيار التفاوضي في الأزمة اليمنية، مستفيدة من تعيين لدبلوماسي بريطاني مبعوثا دوليا إلى اليمن. وفي تعليق الصحيفة عن موضوع آخر وهو معركة تعز تقول: معركة تعز الكبرى خطوة عملاقة في مسار تحرير اليمن. حازم الأمين كتب مقالة في صحيفة الحياة اللندنية بعنوان إنها حرب أهلية واحدة ومستمرة، مضيفا في أجزاء من المقالة: نظرة من مسافة على ما يحصل في الإقليم يمكن أن تكشف أثر التصدعات التي أحدثتها الحروب الأهلية التي شهدتها دول المشرق في السنوات العشر الأخيرة، وأثر الهزائم التي أصابت جماعات والانتصارات التي حققتها جماعات أخرى، والحال أن الجماعات المهزومة ليست وحدها من يتخبط بهزائمه، فالجماعات المنتصرة أيضاً تتخبط بانتصاراتها، فهي لم تجد طريقاً لتتويج هذه الانتصارات إلا مضيها إلى مزيد من الحروب التي لا أفق لها سوى توليد المآسي. هذا التناول البارد لمشهد الحرب الأهلية في الإقليم لا يفضي إلى استنتاج بأن هذه الحرب أو هذه الحروب في طريقها إلى الانحسار مع تكشف شكل الانتصارات التي حققتها جماعات أهلية على جماعات أخرى. المهزوم تم إلغاؤه من طموحات المنتصرين بالكامل وإلحاقه بها. المطمئنون إلى أن هذه الحرب وصلت إلى خواتيمها وهم اليوم يستعدون للاستثمار في نتائجها، عليهم أن يلاحظوا الخلل الهائل الذي أحدثته، فقد تم تدمير بنى سياسية وأهلية ومدن وأرياف، واليوم يجري التعامل مع هذا الزلزال بصفته حقيقة يمكن أن يبنى عليها مستقبل. وفي هذا الوقت يظهر متغير صغير يعيد عقارب ساعة الحرب إلى ما قبل هذه الانتصارات. في ضوء هذه الارتجاجات وهذه الهشاشة يمكن القول إن النصر ليس نصراً، على الرغم أن الهزيمة هي فعلاً هزيمة. فالوهم الإيراني المتمثل في شق طريق مذهبي من الحدود مع العراق إلى لبنان مروراً بسوريا تحقق منه جانبه العملي والواقعي، لكن على طرفي هذه الطريق تقيم مأساة يمكن لأي راغب أن يستثمر فيها. إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت واحداً من أهم الموضوعات في صنعاء قائلة: شركات حوثية لبيع ممتلكات الدولة. قالت الصحيفة إن رئيس حكومة ميليشيا الحوثي في صنعاء أعلن خلال اجتماع مع رجال الأعمال وكبار التجار في صنعاء تأسيس شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية تتولى تقديم الخدمات المنوطة بالوزارات والهيئات الحكومية. أفادت الصحيفة استناداً إلى شبكة تلفزة عربية بأن مشروع الشركة يقضي ببيع العديد من المؤسسات الحكومية المسؤولة عن النفط والغاز والطاقة والاتصالات والبناء والثروة السمكية والقمح والمطاحن. قال مراقبون: الميليشيات لجأت إلى خيار بيع مؤسسات الدولة بعد أن أفرغت الخزينة العامة بالإنفاق على حروبها. أشار هؤلاء إلى أن الحوثيين يستهدفون من بيع المؤسسات العامة نهب وامتصاص ما تبقى من أموال للتجار والمواطنين من خلال هذه الشركة المزعومة التي لفتت حكومة الإنقلابيين إلى أن رأس مالها يصل إلى 100 بليون ريال يمني. ساعة يوم القيامة على بعد دقيقتين من نهاية العالم بسبب الخطر النووي، عنوان في الأخبار المنوعة لصحيفة القدس العربي. قالت في تفاصيله: إن علماء حركوا عقارب ساعة يوم القيامة الرمزية نصف دقيقة للأمام، قائلين إن العالم أقرب ما يكون للفناء منذ ذروة الحرب الباردة بسبب رد الفعل الهزيل لزعماء العالم تجاه المخاطر من نشوب حرب نووية. وقالت الصحيفة: إن هذه ثاني مرة
يتم فيها تحريك عقارب ساعة يوم القيامة التي صممتها نشرة علماء الذرة كمؤشر على إمكانية فناء العالم منذ عام 2016 عندما قدم العلماء عقاربها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وقالت نشرة علماء الذرة مقرها شيكاغو، قالت في بيان: الساعة باتت على بعد دقيقتين من منتصف الليل لتصبح أقرب ما يكون لوقوع كارثة منذ عام 1953 بسبب مخاطر وقوع حرب نووية نتيجة لبرنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي وأيضا غيرها من العوامل. عندما تم إحداث الساعة في عام 1947 جرى ضبطها على بعد 7 دقائق من منتصف الليل، ووصولها إلى منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تفني البشرية. قالت المجموعة عن برنامج كوريا الشمالية النووي ورد فعل إدارة ترامب إزاء الخطابات المبالغ فيها، التصرفات المستفزة من الجانبين زادت الاحتمال بوقوع حرب نووية بطريق الخطأ أو سوء التقدير. معاذ الله. أبرز صور اليوم التقطتها عدسات مصوري الجارديان ننقلها لكم بجولتنا اليوم المصورة نتابع سويا. لم يتبقى لدينا سوى الكاريكاتير. مشاهدة ممتعة أتمناها لكم، وحتى ألقاكم في أمان الله.